يعني أصبت كبد الحقيقة يا سيدي. نعم هذه هي تركيا، هذا هو الشارع التركي الذي رفض قلبا وقالبا أن يكون أن ترفع أعلام كيان محتل وغاصب لمقدسات إسلامية في تركيا، وأن يكون هنالك له استقبال رسمي، وأن يكون له يعني تعامل إيجابي. هذا الشعب التركي هو الذي له الحرية في أن يعبر عن ما يريد، وهذا ما يخيف إسرائيل والكيان الإسرائيلي، أن هذا الشعب التركي هو الذي يخرج قادة تركيا. أردوغان الآن هم يعلمون بأنه من انتخب من قبل الشعب وهو يحمل نفس هذه الأهداف والمشاعر، ولكن فن السياسة شيء آخر. السياسة تتعامل، وخاصة تجربة العدالة والتنمية، وخاصة الرئيس أردوغان يتعامل وفق ما يسمى أطر المنظومة الدولية، ضمن أطر القوانين المتاحة بها، ضمن الأطر السياسية الموجودة، وضمن قوانين الدولة العلمانية. لم تصبح تركيا دولة هي تم تغيير قانونها وفق ما وفق كدولة إسلامية. أي نعم هو ذو ميول إسلامية، توجه إسلامي الرئيس كفرد كشخص، ويعكس الميول الإسلامية والتوجهات الإسلامية للشعب التركي، ويرفض الاحتلال الصهيوني والإسرائيلي لأرض مسلم، أرض إسلامية مغتصبة ومقدسات مغتصبة. ولكن في نفس الوقت تركيا كدولة هي عبارة عن دولة علمانية، هي سبقت وأن طبعت مع الكيان الإسرائيلي قبل ولادة أردوغان وليس قبل مجيئه إلى السياسة، وبالتالي هي الآن مضطرة، هي الآن مضطرة ضمن القوانين الدولية أن تتحرك. وتركيا ترى بأنه زيادة مساحة التحرك من خلال أي تعاون ثنائي أو إقليمي إذا ما كان سيخدم تركيا ويعطيها قوة، وسيخدم الفلسطينيين ويعطيها قوة، فلن تعارض في ذلك. البعض يستغرب من هذا التوجه التركي بالتقارب مع الكيان الإسرائيلي، لأن بعض المراقبين للشأن الإسرائيلي يقولون بأن بالعقيدة الصهيونية تركيا ليست دولة طبيعية في المنطقة، دولة تعتبر غير صديقة، فلماذا تراهن تركيا على عودة المنفعة من هذه العلاقات؟ يا سيدي ليست منفعة، وإنما التغيرات الجيوسياسية هي التي فرضت نفسها بقوة على العلاقات السياسية والدبلوماسية. وتحديدا دعني أعطيك المعلومة بدقة، وجود الطاقة وغاز شرق البحر المتوسط الذي هو يعتبر هو أساس هو 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 أساس هذه أساس هذا التقارب، هو الأصل في أن تركيا تريد أن تسحب البساط من دول أخرى كاليونان ودول أخرى. هي الآن تشاطر تركيا الأعداء، ودول أوروبية مثل فرنسا التي ليس لها علاقة بشرق البحر المتوسط. إذن القضية قضية منافع مهمة جيوسياسية طرأت جديدا على الساحة.